يا عزيزي الدلو، شو بتقلك يا فلاك بشهر تموز يوليو جولاي من عام 2022؟ بتقلك الجملة بالكتاب هالشهر، نقيت لك هالجملة بالكتاب السنوي: لا تكثروا من الفضفضة فإنكم لا تدرون متى يخون المنصتون. ناس بتسمعوا لك ما بتعرف أمتين بيستعملوا كلامك ضدك، فخليك دايما محافظ على أمورك لإلك، لأنه الحكي والتعبير عن الذات مش دايما بينفع. شو بتقلك الأفلاك بهالشهر؟ هيدا شهر متناقض الأوجه، متنوع التوقعات، لأنه الشمس يلي بتضوي كمان بتحرق بالوقت نفسه، وكالمياه المتدفقة في إحياء وفي غرق. إذا تارة تشعر إنك مندفع واثق من نفسك، وتارة تاني بتلاقي حالك منكمش على ذاتك وبتتراجع المعنويات. يمكن ما تصير الأمور مثل ما أنت بدك بهالشهر، لبل بتشعر أنه في عوائق لازم تزيلها، وأنه عملك الجيد ربما بيحتاج لإعادة نظر. هل بتقلب الطاولة؟ أم بتتابع طريقك لما بتواجه بعض الرفض أو سوء الفهم لشي بتطرحه أو شي بتعرضه؟ تنصحك الأفلاك بالهدوء والتريث حتى تتغير الظروف، ولكنها بتتحدث كمان عن مشتريات ومصاريف زائدة بدون تفكير. يعني في خربطة بهالشهر. حافظ على الأمور الأساسية بحياتك وعلى الواجبات الضرورية، وما تشتت تفكيرك بمساعي بكل الاتجاهات. يمكن يساورك قلق ببداية الشهر، وابتداء من تاريخ 6 على الأرجح توقف حائر قدام قرار لازم تاخده، ويمكن بيفرض نفسه ويقرر بعض المصير. تتكيف مع تغيير بيطرأ، لكن لابد منه. بس الأفلاك تطلب منك التأني والانتظار قليلاً، والتملص من بعض المسؤوليات والواجبات المفروضة حديثا عليك. بيسود جو من الضبابية يا عزيزي بحياتك الشخصية والمهنية على السواء. الحركة تبدو مفيدة رغم الشيء لإيجاد حلول لبعض المشاكل الطارئة. كن حكيما بتطرقك لبعض المواضيع وبعض المسائل يلي بتحتاج لروية بعيدا عن الضغوطات والمواجهات، ويلي بتتطلب منك التصرف بواقعية وتفهم الأمور الراهنة بدون تحديات. يمكن يتخذ قرار بمحيط عملك بيفتح الباب مجددا لاستجواب أو لمساءلة معينة رح تخضع لها. تدلي بحديث أو برأي يثير بعض ردات الفعل، خاصة إذا كنت سياسي مثلا، أو يثير بعض الاعتراضات، ويمكن يصير توتر متصاعد حولك. هل أنت مستعد لتقديم معطيات شفافة من أرقام واضحة إذا انطرحت عليك أسئلة اتهامية؟ لازم تنجح بالامتحان، والأفلاك بتشوف أنه الأمر محتمل جدا بالنص الأول من الشهر أو قبل حلول تاريخ 20، لما كوكب ميركور ببلش يعاكسك بالإضافة لكوكب مارس. أنا مش عم خوفك ولا عم بزرع الشك بنفسك، ولكن عم بحذرك من بعض الاحتمالات السلبية يلي بتلف أعمالك أو أجواءك. حاول يا عزيزي أنك تستعين بعلاقاتك الاجتماعية حتى تبادر للمواجهة أو حتى تدافع عن نفسك وعن مكتسباتك. حتى بأجواءك العائلية يمكن تنشأ صراعات تتطلب منك عناية كبيرة. لحسن الحظ أنك تتمتع بمزايا ومهارات بالمجال الاجتماعي تجعلك تجذب الآخرين وتقنعهم بحججك وذرائعك، وبتجذب اهتمامهم وتأييدهم. كوكب المال بالنسبة إليك وهو نبتون بيتراجع بهالأثناء وبيشوش على خياراتك هلأ. هالشي بيتطلب منك مراجعة وتدقيق الحسابات، خاصة رح أعطيك يومين بركي لما بتسمع الابليكيشن بتشترك فيها بتسمع كل يوم، تعرف أنه هن 17 و18 من هالشهر، وآخر يومين
من هالشهر كمان. ماذا عن الشؤون العاطفية؟ تتسمع لها بفيديو آخر.